أهلا بكل أهلوية في يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جدا مهمة جدا بحكم أهمية اليوم. الحقيقة بشوفه عيد بتعيشه الكرة المصرية. خد بالك أن يصل النادي الأهلي للدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وأن المواجهة دي تكون مع واحد من أفضل الأندية في كرة القدم على مدار تاريخ طويل جدا هو نادي ريال مدريد، وأن يكون في قناعة وإيمان بل وثقة عند جماهير النادي الأهلي أنها تقدر تتجاوز عقبة الريال وتوصل المباراة النهائية، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا مبني على رصيد عظيم من البطولات والألقاب والنجاحات وتحدي الظروف الصعبة، والأهلي قادر إن شاء الله بإذن الله أنه يعملها النهاردة ويصل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة هنتكلم فيها على المواجهة اللي بيفصلنا عنها يمكن ساعتين وشوية. نتمنى كل التوفيق لأبطالنا النهاردة، وهنحاول معاكم نقرأ المفاجآت اللي محضرها مستر مارسيل كولر لكارلو أنشيلوتي في مواجهة الليلة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نبدأ حلقتنا. ويبقى الأهلي طبعا المصري هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في بطولة كأس العالم للأندية منذ بدايتها بثمان طبعا مشاركات. خليني أقول لكم أنه رغم أن دي المشاركة الثامنة للنادي الأهلي، لكن إحساسي أنه لم يكن أبدا الأهلي قريبا من تحقيق اللقب زي النسخة دي. أنت بتقول الكلام ده وإحنا كمان ساعتين ثلاثة هنلعب ونواجه ريال مدريد. بقول الكلام ده لأسباب كتيرة جدا، وأنا يمكن بحب جدا أتكلم بلغة الأرقام، وكمان انطباعي من مستوى الثقة اللي موجود عند ناس كتير جدا من جماهير النادي الأهلي إن إحنا قادرين إن شاء الله نتجاوز. ما عنديش أدنى شك إنه الأهلي في كامل جاهزيته سواء كجهاز فني أو كلاعبين. كل اللي أنت عايز تقوله قوله، النواحي الفنية، النواحي الخططية، النواحي التكتيكية، الحالة المعنوية. ورغم انها مباراه في كره القدم، لكن انا رهاني لو كنت براهن على حاجه النهارده براهن على ده، على العقليه اللي بعتقد انها ممكن تصنع فارق كبير جدا، وخصوصا مع ظروف الريال وغيابات الريال. تعالوا نشوف ونحاول نقرا كده شكل ال 90 دقيقه اللي ممكن تمتد طبعا ل 120 في مباراه اليوم اللي هيستضيفها مولاي عبد الله في رباط في المغرب مع ضيفي النهارده في حلقه خاصه جدا وتاريخيه للنادي الاهلي طبعا دكتور محمد جمال اللي بيشرفني بالسادسه. مساء الخير يا دكتور محمد. حبيبي يا استاذ احمد، مبسوط جدا ان انا موجود النهارده على قناه النادي الاهلي يوم تاريخي، يعني يوم عيد في طبعًا. ايام كده يعني بتحس انه النهارده في عيد في الكوره في مصر يعني، واعتقد انه جزء كبير من الجماهير الكوره مش بس الاهلاويه مستنيه اللقاء النهارده بالليل وبتراهن على فوز النادي الاهلي. النادي الاهلي دوما بيصاحبه زخم اعلامي، لكن الزخم الاعلامي في مواجهه ريال مدريد النادي الاكبر في العالم، بطل القرن في اوروبا امام بطل القرن في افريقيا، زخم اعلامي لم يسبق. النادي الاهلي النهارده بنتكلم على متابعه اعلاميه كبيره جدا 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 لهذه المباراه، حدث تاريخي. النادي الاهلي بيحاول تسطير المجد، تلوين الميداليه. النادي الاهلي حصل على البرونزيه من قبل في النسختين الماضيتين، ودي المره الرابعه النادي الاهلي تواجد فيها في الدور قبل النهائي. فالنادي الاهلي بيحاول تلوين الميداليه هذه المره، والخصم صعب امام ريال مدريد. حتى في المواجهات ناس بتتكلم انه في بعض الفرق صعدت، فرق عربيه صعدت للفاينل سبقت النادي الاهلي، زي بنتكلم على العين زي الزمبي زي الرجاء، بنتكلم النهارده على فرقه الهلال السعودي طبعا امام فلامينجو. لكن في كل المواجهات ما كانش امام بطل اوروبا، كان دايما بيبقى امام بطل امريكا اللاتينيه، لان النادي الاهلي سبق وفاز على بالميرس. فدايما مواجهه بطل اوروبا بتبقى صعبه على اي فريق هيلعبه في السيمي فاينل، لكن النهارده ان شاء الله النادي الاهلي قريب جدا. متفق معاك جدا في الانترو اللي قلتها انه النادي الاهلي قريب جدا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون نهائي عربي يجمع بين الاهلي والهلال السعودي. تعالى نبدا كده مع يعني جمهور السادسه، نشوف نحاول نقرا معاك المباراه ونحاول نقرا شكل الريال في المواجهات الاخيره. وطبعا هنتكلم على الغيابات اللي يمكن خليني اقول لكم كمان التاكيدات النهارده اللي طالعه من الصحف الاسبانيه وسائل الاعلام الاسبانيه انه كمان اسينسيو احتمالات الريال عنده بعض الانزعاجات العضليه النهارده، ممكن احتمال ان اسينسيو ما بقاش موجود. طيب. خلينا نجيب التشكيله المتوقعه من ماركا وموندو ديبورتيفو، ان هم اجمعوا على نفس التشكيله، اختلفوا في شيء واحد هنقوله واحنا بنتكلم. لونين طبعا بعد اصابه تيبو كورت وهو الحارس، ناتشو راديجر، دخول الابا وارد ان الابا يدخل، فدخول الابا على حساب ناتشو، لا ما هو دخوله هيعمل تغييرات كتير في خط الظهر، لانه ممكن يدخل في سنتر باك على حساب ناتشو او يدخل باك شمال في المكان اللي بيلعب فيه مكان كامافينجا، وكامافينجا هو اللي يدخل مكان تشاوميني. لكن في الفتره الاخيره
انشيلوتي مقتنع جدا بتشاوميني، مش عشان هو افضل من كامافينجا، لا، لانه بيثبت. كامافينجا بيندفع مع الثنائي مودريتش وكروس. كمان وارد جدا مفاجاه تتعمل انه اللاعب اللي بيمر باداء جيد في المباريات اللي فاتت هو سيبايوس، وارد انه يدخل كمان في وسط الملعب مع الثلاثي الثابت في الخط الامامي فالفيردي رودريجو فينيسيوس، الثلاثه يبقوا موجودين. كان في احتمالات ان اسينسيو يدخل، لكن التشكيله دي بعد ما حس اسينسيو في مران امس ببعض الانزعاجات العضليه، فوارد جدا انه ما يكونش موجود. ده الشكل الاقرب انه هيبدا بيه ريال مدريد النهارده اذا لم يدفع بالابا. اذا لم يدفع بالابا هو ده الشكل اللي هيلعب بيه الراجل المباراه، ال 4 3 3 بالشكل ده، 4 3 3 بوجود لعيب مركز 6 او اللعيب اللي واقف قدام خط الدفاع هو تشاوميني، الاثنين لعيبه اللي بيعملوا عمليه بناء الهجمه في مركز 8 هو كروس ومودريتش كالعاده، والثلاثي الامامي طبعا جناح ايسر فينيسيوس، جناح ايمن فالفيردي ورودريجو. فالفيردي كمان بيبقى ليه احيانا بعض الواجبات الدفاعيه لما بيندفع كروس للخط الامامي او الثلث الاخير لملعب المنافس، فالفيردي بينزل في وسط الملعب. ده الشكل من حيث التشكيل. وخلينا نروح بقى نربط ما بين التشكيل وما بين النادي الاهلي. طب خلينا بالظبط، انا عايز اقف بس مع الجزئيه دي، سيبك من خط هجومهم وخط النص عندهم، لانه احنا تقريبا خط نصنا وخط الظهر بتاعنا اللي هيتعامل مع الخطين دول تقريبا متفق عليهم، ممكن يبقى في بعض التعديلات او المفاجات الوارده. لكن خليني اكلمك على تشكيله خط ظهر الريال بالشكل ده اللي يمكن مفتقده نمره واحد للانسجام والتجانس. يعني الرباعي ده ما ظهرش كتير، ويمكن ما ظهرش خالص مع بعضه في مباراه في الموسم الحالي لريال مدريد، وبالتالي انسب خط هجوم، لانه ده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو مصدر الحيره. التركيبه اللي هيعتمد عليها النادي الاهلي في خط هجومه والمطلوب منهم، مطلوب من ناس تراهن على الناحيه البدنيه عشان تقدر تتعامل مع قوه ريال مدريد البدنيه، ناس بتراهن على ناحيه الخبره، ناس عندها مواجهات قبل كده مع الريال او مواجهات من العيار الثقيل يعني، او ناس طبعا بتروح للناحيه المهاريه اللي ممكن تصنع الفارق وتخلي عندك لعيبه قادرين يقفوا على الكوره ويدوك شويه نسبه استحواذ. التشكيله دي كامافينجا روديجر ناتشو كارباخال، مين الانسب للتعامل معاها في من لعيبه خط هجوم النادي الاهلي؟ اتفق مع كل السرد اللي قلته والحيره اللي قلتها، دي حيره منطقيه جدا جدا، لان كل لعيب بتفكر فيه عنده عيوب ومميزات. اي لعيب هيلعب في الخط الامامي للنادي الاهلي، لكن انا هنا مش راهن على كل ده، انا براهن دايما على السيستم، براهن على مارسيل كولر، براهن على حاله الانسجام والسيستم المخلوق داخل فرقه النادي الاهلي. ودايما بنحاول نقولها للناس، دايما الناس بتشغل بالها بالمواجهات الثنائيه، يعني محمد هنا يلعب على فينيسيوس، مين اللي يلعب على روديجر، مين اللي يلعب على كامافينجا اللي ما بيلعبش في مكانه اللي هو في الاساس لعيب وسط ملعب ومش افضل شيء في الباك الشمال. انا براهن دايما على السيستم. النادي الاهلي بيلعب اوكلاند، النادي الاهلي بيلعب اوكلاند، الفريق الضعيف مقارنه بالنادي الاهلي كان بيرجع الاربعه في الخط الخلفي، كان الاهلي بيعمل ايه؟ بيدخل محمد هاني انسايد، بيدخل علي معلول انسايد في الحاله الدفاعيه لما الاهلي قرر بعد 2-0 ان هو يعمل يشتغل على الكاونتر اتاك، فبقى يعمل ايه عشان يقفل ملعبه تماما ويقفل الاجناب اللي كانت مصدر خطوره لاوكلاند؟ دخل باربعه انسايد وحط ورجع الجناحين يقفلوا، فالاهلي فكانه بيدافع بسته. فدايما براهن على السيستم. مين اللي كانوا بيدافعوا في الحاله دي؟ حسين الشحات واحمد عبد القادر، اللي هم الناس دايما بتعاول ان عندهم بعض المشاكل البدنيه. منك اجابه مباشره. باجابه مباشره، حسين الشحات، احمد عبد القادر، والمفاجاه او التريك بالنسبه لي مش هتبقى في دول خالص، الناس كلها شغله بالها بالثلاثه اللي حسين حسين واحمد عبد القادر ومحمد شريف، دول الثلاثي اللي يلعبوا. اللي تراهن عليهم. انا عندي شويه حيره في مش في الجناحين، عندي حيره في الفرود، هل شريف ولا تاو؟ في الفرود، تاو مش في الجناح. لان الحاله اللي عليها حسين، ولما نشرح دلوقتي الدور اللي المفروض حسين يعمله، هو ده اللي مخليني رايح ناحيه حسين مش تاو، لكن انا كمان كنت شايف ان تاو هو اللي يكون موجود لكن حرب. في راس الحرب مش في الجناح الحرب. مش في الجناح. فالتريك اللي تتعمل في الماتش مش خالص مش في الخط الامامي زي ما الناس منتظره انها ممكن تتعمل، وتتعمل ليه؟ خلي بالك هو مش تغيير افراد تاني، انا بتكلم على السيستم. خلينا نروح بقى للحالات واقول لك هو التريك هتتعمل ليه، مش هتتعمل اعتباطا ولا انا بفاجئ الخصم ولا بعمل تدوير. اوكي، اول حاله معانا دي كانت مباراه اتلتيكو مدريد. اكبر عيب عند فرقه ريال مدريد، دايما بتتكلم على ريال مدريد تقول احنا هنشرح عيوب فرقه ريال مدريد، الناس تقول لك عيوب ريال مدريد، في اي فريق في الدنيا عنده عيوب. اي فريق في الدنيا عنده نقاط ضعف زي ما عنده نقاط قوه، هنتكلم عليها برضو. فهنا دي مباراه ريال مدريد، اول حاجه لما الناس تبص للصوره كده هتستغرب جدا، هو ازاي اللعيب بيستلم في المنطقه دي بالشكل ده لوحده؟ يعني ازاي اللعيب مفيش اي حاجه رغم انه متحصر بخمس لعيبه من الريال؟ ما هو التو لاينز في خمسه في الخط الخلفي وقدامه ثلاثه، هو دايما المسافه اللي موجوده ما بين الخمسه والثلاثه دي مشكله في اي منطقه من مناطق اللعب وفي اي مرحله من مراحل اللعب، الخمسه بتوع الخط الخلفي والثلاثه بتوع خط النص. طيب بص بقى كمان ايه اللي حصل، الراجل اللي على الناحيه الشمال ده مين؟ كامافينجا. بص كامافينجا اللي هو طالع في وسط الملعب ومفروض ان هو يرجع يقفل ورا في الباك ليفت لانه مش مكانه فبيندفع. ايوه طلع ما عندوش احساس المكان، رغم ان هو لعيب كبير جدا طبعًا لكن طبعًا. في مكانه في وسط الملعب
هات لي بقى الفريم اللي بعده. بص الراجل طلع ولا رجع، لا الراجل اللي كان معاه الكره استلم جريزمان ولا اتحطت على الرايت، الراجل معاه رقابه، روح كمل. لعيب في وسط اربعه، لعيب المهاجم مراتا في وسط ثلاثه، روح بقى كمل الفريم اللي بعده. الراجل هيروح وهيخش ويحط الكره بمنتهى البساطه. طيب ايه ربط ده؟ نروح بقى للحاله اللي بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي اللي بعديه، عشان اقول لك المفاجاه هتتعمل فين وهتتعمل ليه. اوكي نروح السلايد اللي بعده. السلايد اللي بعده على طول بتاعت النادي الاهلي. بص هنا ايه المشترك ما بين ماتش اوكلاند هدف بيرسي تاو. اللعيب اللي بيستلم الكره ده هو محمد مجدي قفشه، وهقول لك ليه الحاله دي بتكلم عليها. انا قلت لك الحاله اللي فاتت في مشكله في الاستلام ما بين الخطوط في دفاعات ريال مدريد. ادي اربعه بتوع اوكلاند، الثلاثه بتوع وسط الملعب، سبيس كبيره ما بين الخطين الراجل بيستلم فيها. الاهلي عملها كم مره بقى في العشر مرات الاخيره؟ سبع مرات. مرتين في مباراه انبي، عملها في مباراه اوكلاند، عملها في مباراه الزمالك. الاهلي بقى دلوقتي بيعتمد سواء بحمدي او بقفشه انه يستلم بين الخطوط. مين اللعيب اللي هيروح ما بين الخطوط ويستلم علشان يطلع الجناح اللي معاه سواء تاو او حسين اللي هيلعبه ناحيه اليمين. فعلشان كده التريك اللي الراجل هيراهن عليها، لانها مربوطه بسيستم ومربوطه بخطا مش اعتباطا، انه ما يروحش لفكره الاربعه ثلاثه ثلاثه التقليديه. يعدل شكل الفرقه، لان الاهلي كان عنده مشكله في الخروج بالكوره امام سياتل. فانا بلعب اربعه ثلاثه، هيكمل يلعب اربعه ثلاثه ثلاثه، لكن بدل ما الاهلي بيلعب بلعيب مركز سته اللي هي بتقلب 4-1-4-1 بوجود اليو ديانج وقدامه عمرو السوليه وحمدي فتحي، لا هيقلب هيعدل المثلث ويلعب باثنين عشان يبقى عنده اثنين اوبشنز في الخروج بالكوره. ده كحل اول. وجود اثنين قدام خط الدفاع ليه حلول كتير قوي وديها مميزات كتير جدا. فوجود اليو ديانج بنفس الاسماء يا محمد، ولا شايف انه وارد يكون في تعديله او تغيير؟ لا التعديله مش هتبقى في الاثنين دول. هو كده كده في اثنين هيلعبوا من الثلاثه اللي بيلعبوا قدام خط الدفاع. يعني النهارده هنبدا باثنين من اصل ثلاثه، ديانج والسوليه وحمدي. مليون في المية. مليون في المية. مليون في المية. دي وجهه نظري طبعا. يعني قفشه واخد مكانه اساسي؟ قفشه واخد مكانه، هقول لك ليه. تمام. فلان انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بدل ما انا كنت بلعب باثنين لعيبه بيعملوا عمليه التطوير الهجومي، لعيب مركز سته اليو ديانج واثنين لعيبه مركز ثمانيه، لا انا هقلب المثلث، اخلي اثنين لعيبه تحت عشان اعرف اطلع بالكره من الخط الخلفي. تمام. ريال مدريد من اول دقيقه في المباراه بيضغط. هيبدا ضاغط. لا هو ده المعتاد. علشان كده اقول لك على رقم سلبي جدا لريال مدريد بسبب اللي بيعمله ده. فبيطلع يضغط من فوق، فبيعمل ايه؟ بيفضي مساحات وراه. فانت مطالب بحاجتين، اقفل عشان تعرف تخرج بالكوره، حط اثنين لعيبه قدامهم. اثنين ريال مدريد مميز جدا في التصويبات، فوجود مصد اثنين لعيبه قدام الاربعه الخطين مش هتديهم المساحه لا في السكند بول ولا في التصويبات المباشره من اوبن بلاي. ثلاثه ما تديش مساحات ابدا لريال مدريد. اربعه ادي لنفسك نفس تعرف تخرج من الخط الخلفي، لان انت بتبني دايما من الخط الخلفي، ولما بتروح للاوبشن الثاني ان تعمل كرات طوليه يبقى شكلك اقل بكتير. فعشان تطلع بالشكل اللي كولر تعود عليه مع النادي الاهلي، خلي عندك اتنين يدوك دايما اتجاهين للتمرير مهما الضغط، يبقى انت حتى لما تعمل الطويل اكبر ريال مدريد يطلع بعدد اكبر من اللاعبين. تمام. طيب كمل بقى هنا، ده اللي بسببه يبقى قفشه موجود. عمليه الربط ما بين الخطوط، انا ازاي اربط؟ كانت مشكله النادي الاهلي في وجود حمدي امام سياتل، وجود حمدي والسوليه وديانج، ان انت عندك ثلاث لعيبه شويه قريبين من بروفايلات بعض. أوكي. شويه. فانت النهارده ممكن تضحي بحمدي فتحي اللي كان الراجل مديله ادوار هجوميه، او عمرو السوليه، لكن انا شايف انه حمدي الاقرب بما انه هو اللي واخد الادوار الهجوميه، اقرب انه يقعد على البنش. يقعد على البنش بره التشكيله الاساسيه. فانا احنا دلوقتي قلنا انه عشان تقفل على ريال مدريد والمفاتيح، انت مطالب ان الجناحين يرجعوا بشكل جيد، ومطالب برباعي الخط الخلفي. يعني ليه مش حمدي وديانج؟ لانه انت بتتكلم برضو على يعني الاثنين دول عندهم قدرات دفاعيه. السوليه ما بعتبروش سته، السوليه ثمانيه واضح وصريح. عشان انا عندي مشكله في الخروج بالكره. افضل واحد هيخرج بالكره في الثلاثه، افضل واحد لو اتزنق هيعمل الطوليه بشكل ادق هو عمرو السوليه. اوكي. ونفس الشكل ده بالمناسبه نقربها للناس، كان موجود مع كارلوس كيروش لما كان بيعتمد على عمرو احيانا تحت وبيلعب جنبه محمد النني. كان بيعتمد على الشكل ده. كمان مين فيهم اللي كان بياخد واجبات هجوميه اكتر على الرغم من طبيعه عمرو السوليه الهجوميه؟ مين اللي كان بياخد؟ حمدي فتحي. فانا عايز لعيب اعمل ريبليسمنت، ما غيرتش سيستم الفرقه الا بلعيب واحد. فانا محتاج، انا قلت الجناحين هيرجعوا واربعه هيلعبوا في الخط الخلفي، ادي سته واثنين قدامهم، بقى لي كام لعيب في الفرقه؟ اثنين لعيبه. تمام. فانا محتاج لما اجي اطلع، وفي نفس الوقت انا مين اللي هيثبت اكتر شويه عشان ناحيه الخطره بتاع فينيسيوس؟ محمد هاني. هاجي ناحيه فينيسيوس دي، لان ده سؤال برده مهم برده موجود. موجود ليه؟ ليه دايما نقفل عليه؟ فانت مطالب لو هتلعب بالشكل ده، عشان كده قلت لك هي سيستم، فانا عندي محتاج لعيب يقدر يشد الفرقه لفوق من الناحيه المهاريه. عشان كده ما رحتش لاوبشن طاهر
اللي عنده مميزات تكتيكيه. انا رحت الاوبشن طالما انا هقدر اعالج المشاكل التكتيكيه والدفاعيه بشكل مختلف كسيستم يبقى انا اروح للعيب يقدر يشدني لفوق، لان انا مطالب اني هاجم في بعض الاحيان، يقف على الكوره يشد الفئة يسحب الفرقه لقدام. لو عدى واحد على واحد هيديني متنفس اني اعرف اطلع. لو عمل الويت لمده ثانيه او اتنين ووقف على الكوره بشكل جيد هيديني فرصه انه اللعيبه اللي معاه تطلع. فهيبقى العبء الهجومي كله كسيستم مبني على الناحيه الشمال مش اليمين، كان انا اطلع بالفرقه الاول ناحيه ناحيه الشمال بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي ومعلول. طبعا على معلول لانه هيبقى هاني عنده بعض الوجبات التكتيكيه والجناح طبعا. اللي معاه عنده بعض الوجبات التكتيكيه فانا هبقى مطالب ان اللي يشدني لفوق راس الحربه سواء بيرسيتاو او محمد شريف مطالبين دايما دايما الالتحامات تكون بشكل اجريسيف اكتر، التحركات تكون بشكل اكتر فعاليه، ويكون معاك جناح. يبقى عندي اتنين لعيبه بطلع عليهم، مع مين بقى اللي هيقدر يعمل البريدج؟ قفشه. لان انا اعتمد على اتنين لعيبه بس، مين اللي هيوصل لهم الكوره؟ مين اللي هيعمل اللينك اب ما بين الخطين؟ انت بتتكلم على حلقه وسط فيزيس. الكوره هي عباره عن مراحل، نص الملعب لخط الهجوم، لازم لعيب بيقف على الكوره يقدر يعمل الباس ينقل الهجمه. وقفشه شايفه هو افضل حد يعمل افضل يعمل لي اللينك اب ده، يعمل لي الربط ده، لانه مش بس كسيستم الراجل عايزه، لا ده كمان عيوب ريال مدريد في قصه الفيزيس. انت هتبقى محتاج لعيب يطلب الكوره ما بين الخطوط، وبعد ما يطلبها يعمل بيها ايه؟ بعد ما يطلبها محتاج يعمل باس، محتاج يتحرك، محتاج يعمل تصويب، وده كله متوفر في محمد مجدي قفشه. الراجل اعتقد ان هو في كل مباراه عنده تريك واحده عشان ما يغيرش السيستم بتاع الفرقه. فانا شايف انه التريك دي تتعمل هنا للاسباب اللي قلناها وللنقط اللي فيها مشاكل في خط دفاع ريال مدريد واللينك اب اللي ما بينه، لانه اللي بيقف في ريال مدريد قدام الاربعه هو تشاوميني. عشان كده قلت لك ديانج ما يقفش لوحده، ما نلعبش بنفس الشكل الطبيعي اللي بنلعب بيه 4-1-4-1، لا لازم واحد ينزل تحت يبقى جنب ديانج عشان يديني المتنفس غالبا السلاي. قبل ما اروح للجبهات ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ازاي تتعامل مع فالفيردي وكارباخال، وازاي تتعامل مع فينيسيوس ومن وراه كامافينجا لو بداوا، عايز اعرف معاك سيناريو البدايه ازاي. يعني شايف انه ايه الشكل الافضل للتعامل؟ لان ربع ساعه الاولانيه هتقول كتير، وانا متوقع انه مهما كان طبعا الاهتمام بالبطوله والاهتمام بكاس العالم، لكن الريال نازل جواه في قناعته ان هو ريال مدريد، وانه المباراه دي في المتناول، وانه هيدوس على نفسه شويه عشان يكسب الاهلي، بس النتيجه شبه محسوبه من الاول. يعني خلينا متفقين، والعكس تماما في النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي مؤمنه تماما انها امام فرصه لن تتكرر، امام فرصه ذهبيه، خصوصا انه حاله الريال متراجعه بشكل كبير في الفتره الاخيره، ومع الغيابات فامكانيه الفوز النهارده احتمالاتها وارده جدا. تتعامل ازاي مع الربع ساعه؟ تنزل ضاغط ولا تنزل مقفل؟ خليني اقول لك رقم سلبي جدا للريال مدريد اللي بينزل كل مبارياته، بالمناسبه بيلعب فريق كبير بيلعب فريق صغير، هو سيستم واحد، بنزل بلغه الكوره كده ضاغط دايس بنزين، وبطلع اعمل ضغط عالي من فوق من اول المباراه لان انا ريال مدريد. كويس؟ الرقم السلبي اللي جاي ده رغم الضغط العالي اللي دايما بيعمله ريال مدريد، ورغم ان هو بيحاول دايما يطلع يغلط الفريق اللي قدامه في اول المباراه، يعمل له عمليه الرهبه لان انا ريال مدريد. في النهايه ايه اللي بيحصل؟ في اخر ست مباريات تاخر ريال مدريد في النتيجه في ثلاث مباريات من السته. تاخر في النتيجه في ثلاث مباريات من السته. استقبل هدف امتى؟ في اول 20 دقيقه. في الثلاث مباريات دول بيستقبل هدف في اول 20 دقيقه. ده بيقول لك ايه؟ الوقت اللي ريال مدريد فيه ضاغط جدا جدا هو افضل وقت، هو افضل وقت انك تسجل فيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو ده بيحصل ليه؟ لاني بطلع اضغط فوق، فلما بطلع اضغط بيبان مساحات. طب افضل طريقه لعب للنادي الاهلي يعمل ايه؟ انه ما ينزلش تحت لو بلوك، ما يرجعش ورا خالص. رجوعك ورا خالص هيقرب المنافس من المرمى، فهيزود فرص انه يسجل خطور. سواء بتصويب بكروسس بغلطه في الرقابه، ايا كانت الطريقه. فانت تعمل ايه؟ ولا تطلع تضغط عالي على ريال مدريد طبعا جنوب. ما اقدرش اعمل كده. ميد بلوك يعني ميد بلوك من وسط الملعب، من على من فوق قوس دايره السنتر، اطلع اضغط من فوق، قفل مساحاتك، اعمل جبهاتك بشكل جيد اللي هنتكلم على الجبهات تفصيليا، لكن العب ميد بلوك من بدايه المباراه، قفل مساحاتك واشتغل على الكاونترز في الاول. اشتغل على الكاونترز، وانت شغال على الكاونترز لما تاخد الكوره ما تخافش، مش لازم طويل عشان انت خايف. اطلع بتدرج بالكوره بشكل بسيط جدا جدا اللي انت معتاد عليه، وحاول انك تحتفظ بالكوره باكبر قدر ممكن. لما توصل للثلث الثاني من الملعب ما تزودش عدد اللاعبين اللي يعمل لك مشاكل في خطك الخلفي. عشان كده قلت اثنين دبل بيفوت مركز سته مش واحد، عمرو السوليه واليو ديانج، عشان دايما حتى انا بهاجم باربعه، انا ممكن هاجم باربعه بعلي معلول باحمد عبد القادر محمد شريف بقفشه وحسين يبقى عامل الزياده، لو حسين اللي هيلعب يبقى عامل الزياده قدام شويه، ممكن هاجم باربعه وخمسه ما عنديش مشكله، بس لازم يبقى عندي في اثنين حاملين لي الجبهات، الجبهه اللي فيها الهجمه
طيب وخط الظهر. نروح للجبهات. يلا بنشايف بتشوف ايه اكتر يعني جبهه بتمثل خطوره في ريال مدريد؟ الناحيه الشمال طبعا. الناحيه الشمال كارباخال مع فالفيردي، الناحيه اليمين فينيسيوس مع كامافينجا، وقلب الملعب طبعا ما اقدرش انكر انه سواء توني كروس او مودريتش الاثنين الحقيقه ممكن يمثلوا خطوره كبيره جدا. طيب خليني اقول لك انه ريال مدريد بيهاجم من الثلاث جبهات، عشان يعني بيهاجم من على اليسار، بيهاجم من على اليمين، وبيهاجم من العمق من الثلاثه. لو نجيب الحالات بتاع ريال مدريد نجهزها واحنا بنتكلم، الحالات الهجوميه بتاعت ريال مدريد ناخد الحالات الهجوميه سريعا واحنا بنتكلم، يعني انا مش هقف عندها تفصيليا لكن واحنا بنتكلم هو الكلام هيبقى مربوط بالحالات. يعني ريال مدريد عنده النهارده هيعتمد على رودريجو مش بنزيما. رودريجو راجل مهاري جدا خفيف بيطلع يشتغل بره ال 18 كتير جدا وبيعمل البنتريشن من العمق وفي تبادل مراكز دايما موجود. بص الهجمه دي شغل الفريم واحنا بنتكلم، الهجمه دي هتلاقي البنتريشن منين؟ الملعب مفتوح تماما لكن البنتريشن من العمق والتسجيل من العمق، اللي بعده البنتريشن من العمق والتسجيل من العمق. في المقابل الاوبشن اوعى ابدا باي حال من الاحوال ده فينيسيوس طبعا. فينيسيوس ورودريجو دي مباراه لعب فيها الثنائي فينيسيوس ورودريجو، الاختراقات من العمق ما عندهمش فيها مشكله. نروح بقى للجبهه الشمال. الجبهه الشمال الجبهه اللي هيبقى فيها وارد يبقى فيها الابا فينيسيوس، وارد يبقى فيها كامافينجا فينيسيوس، وارد يبقى فيها ناتشو فينيسيوس، ايا كان مين اللي هيشتغل بس انت مشكلتك كلها فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور اخطر لاعب في الريال بتشوفه في تشكيلته، واحد من افضل اللعيبه في العالم في الدربلينج، في انه يعدي واحد على واحد، فاوعى تدي له واحد على واحد، اوعى تدي له واحد على واحد، اوعى تدي له المساحه اصلا. انت لازم دايما يبقى عندي اثنين لعيبه اوفرلابنج على بعض مش جنب بعض، اوفرلابنج على بعض، الجناح والباك لازم يقفلوا الزاويه. توقعاتك لماتش النهارده، نتيجه ماتش النهارده، احساسك يا محمد بيقول ايه؟ ان شاء الله ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن بعد المباراه جمهور النادي الاهلي هيحتفل بتاهل النادي الاهلي للمره الاولى باذن الرحمن. لكن تبقى المباراه كبيره طبعا جدا جدا ما بين نادي القرن في افريقيا ونادي القرن في اوروبا. الاهلي قادر ان شاء الله الرحمن يتاهل النهائي. اتمنى انك تستمتع بماتش النهارده، وبعد الماتش يكون بيننا مكالمه نبارك لبعض. اكلمك بعد الماتش اكيد يا رب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جمال على وجودك معانا. مكملين كلامنا على الاهلي والريال، ومعايا ارقام واحصائيات وقراءات في اسلوب الريال، نقاط قوته ونقاط ضعفه. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقه النهارده من السادسه، الاهلي ريال مدريد. عندي طبعا قرايه مهمه جدا مرتبطه بفكره ريال مدريد السيزون ده، هسيبك من التاريخ والبطولات والالقاب والسكواد، لكن السيزون ده كوره ريال مدريد ايه هي اهم مواطن القوه عندهم؟ ايه هي اهم مناطق الضعف عندهم؟ هقراها معاكم بالتفصيل. عايز اقرا معاكم كارلو انشيلوتي وازاي بيفكر في ماتش النهارده، وايه التشكيل الامثل من وجهه نظره اللي ممكن يخوض بيه مواجهه مع الاهلي في قبل نهائي كاس العالم. بس خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من المغرب، نطمن منه على اللمسات الاخيره والساعات الاخيره قبل بقى ما نروح لملعب المباراه. مولاي عبد الله كمان يمكن ساعتين وشويه لبدايه المباراه. كريم مساء الخير، نعرف منك ايه الجديد عندك؟ كل التحية ليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده على بركه الله يكون يوم عظيم ويوم نصر على فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ترتيبات الحقيقه كانت مكثفه خلال الايام الماضيه من مستر كولر ومن اللاعبين، تحضيرات وجلسات ومحاضرات. يا رب كل الامور دي تكلل بالنجاح وتكون النهارده تابلو كبير جدا يليق بفريق النادي الاهلي بطل القرن الافريقي، وايضا على الجانب الاخر بطل القرن الاوروبي فريق ريال مدريد. الحلم كبير جدا لكن ثقتنا كبيره في كل لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله ما يكونش فيه مستحيل، ان شاء الله باذن الله نستمتع بكره قدم، نستمتع بلاعبي النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله خطوه تكون مهمه جدا. الناس بتحلم، المغاربه واشقائنا المغاربه بتقول يا رب يكون نهائي عربي بعد وصول طبعا الهلال، لكن احنا لسه عندنا هذه المباراه المرتقبه والمنتظره من العالم باكمله. طبعا تصريحات مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب، القيمه الكبيره جدا جدا، يعني بترفع الروح المعنويه على لاعبي النادي الاهلي، بترفع كل الامور والضغوطات الكبيره. حديثه النهارده مع اللاعبين حديثه أمس أيضا كمان على رفع الضغوطات والتركيز والشخصية، جمهور النادي الأهلي منتظر بشكل كبير جدا، عايزينكم تفرحوهم، عايزينكم تلعبوا بكل قوة وبالشخصية الكبيرة وبالروح، إن شاء الله كل المجهود يكلل بالنجاح في هذه المباراة. يعني أقدر أقول لك في هذه اللحظات المحاضرة الفنية الأخيرة لمستر كولر انتهت للترتيبات والتكتيك والتشكيل وكل الأمور المعتادة الحقيقة قبل التحرك إلى ملعب مولاي عبد الله اللي يستقبل مباراة اليوم الأهلي وريال مدريد الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
امور طيبه، منتظرين يعني بشغف كبير جدا الحقيقه اشقائنا المغاربه اللي باذن الله زينوا استاد مولاي عبد الله، وايضا كمان جمهور النادي الاهلي اللي توافد الحقيقه على الرباط للمشاركه والمؤازره والمسدك عدته. يا رب ان شاء الله يكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. لاعبتنا الحقيقه في قمه تركيزها، الحرص موجود والاحترام موجود، لكن الخوف مرفوض جدا في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله زميلي احمد ثقتنا كبيره في اللاعبين في الجهاز في الجمهور، كل الترتيبات انتهت، عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله ربنا يكون موفقنا لكل مجتهد نصيب. اجتهدنا بشكل كبير، لاعبتنا اجتهدت، احنا كمان حتى على مستوى تغطياتنا اللي طبعا بشكل حاصل على شاشه قناه الاهلي من التدريبات والمباريات اجتهدنا بشكل كبير. فيا رب تكون المكافاه للجميع النهارده، منتظرين مكافاه ربنا سبحانه وتعالى تكون مع فريق النادي الاهلي لتشكيل كل الامور دي. الحقيقه مستر كولر شفناها في التدريب، شفناها لمسناها، التعليمات المهمه جدا الحقيقه اللي كانت في تدريب الامس. يا رب ان شاء الله اي حد يرتدي قميص للنادي الاهلي لابد يكون بقلبه وبقوته وبشخصيته في هذه المباراه. اللي بره الدكه يكون بقلبه ايضا، كمان اللي خارج القائمه لابد يكون بشغف كبير جدا، بيتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، لان الهدف هو النادي الاهلي والهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله دعواتك زميلي احمد، دعوات كل جمهورنا الكبير والعظيم جدا في هذه المباراه، ان يكون يوم فرحه ونصر على الشعب المصري بالكامل، وليس جمهور النادي الاهلي فقط، باقدام اللاعبين وبروحهم وباخلاصهم وبقلبهم وبالقيمه الكبيره الكابتن محمود الخطيب وباعضاء مجلس الاداره بالكامل اللي توافدوا الحقيقه ووصلوا الى الرباط لمسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي. رساله مهمه جدا وصلت للجميع. يا رب ان شاء الله العالم كله النهارده يفخر بالنادي الاهلي، يفخر بمباراه تليق باسم النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. طبعا بشكر الزميل العزيز كريم احمد، دي لقطات طبعا حصريا على شاشه الاهلي، ومعانا في السادسه لقطات من اللحظات الاخيره من مقر اقامه الفريق في الرباط قبل مواجهه الريال. طبعا حقيقه يمكن يعني اسبوع عشنا فيه رحله اكتر من رائعه، وزي ما كريم او من كلام كريم هياخد انه الخوف من حاجه مش مطلوب خالص، ما اعتقدش انه في اي حاجه تدعو للخوف. ممكن نخاف على اسم النادي الاهلي، ممكن نخاف على فرصه تاريخيه قدامنا ان شاء الله باذن الله وقادرين نوصل لها، ان احنا نوصل لنهائي البطوله، وخصوصا طبعا انه في مواجهه الهلال الامور كلها يعني كل شيء وارد، وبالتالي هتقرب بشكل كبير جدا انك انت تحقق حلم كبير جدا. وما اعتقدش انه هيكون مع كامل الاحترام والتقدير للتاريخ اللي حققه النادي الاهلي وبطولاته كلها، لكن مش هيكون في لقب اغلى من لقب بطوله زي كاس العالم. يكفي بس الجيل الحالي شرفا انه هيكون اول جيل يحقق بطوله كاس العالم، لكن مش عايز اسبق الاحداث، خلي تركيزنا كله على ماتش النهارده قبل ما نروح لمباراه السبت ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان شاء الله السبت نكون بنلعب نهائي. النهارده عايز اقول لكم ليه الواحد النهارده وانت داخل تقابل فريق ريال ما انتش هايب الموقف قوي، يعني ليه بتقول انه النهارده كل شيء الاحتمالات وارده؟ ليه في ثقه كبيره جدا عند الجمهور وانت بتلعب افضل فريق في العالم؟ لاسباب كتيره جدا. خلي بالكم انتوا في النهايه بتلعبوا فريق على اعلى مستوى، ومهما كانت الغيابات مؤثره بالتاكيد مفيش شك، عشان دي حاجه ما يختلفش عليها اتنين. غياب اتنين زي تيبو كورتوا وزي كريم بنزيما ده بالتاكيد هيكون ليه تاثير على اي فريق في الدنيا. بتتكلم على واحد افضل حارس مرمى في العالم وواحد افضل لاعب في العالم، فبالتالي انت بتتكلم على قيمه مؤثره جدا. لكن عايز اقف معاكم شويه على تحليل الريال وعلى قرايه في كارلو انشيلوتي، لانه كارلو انشيلوتي من المدربين الحقيقه اللي ممكن تعتبره معجزه. بنتكلم على تاريخ كبير جدا، نجاحات في كل الدوريات الكبرى مع اكبر الانديه، في المانيا نجح، في فرنسا نجح، في انجلترا نجح، في اسبانيا نجح، وفي المانيا نجح. طبعا ده تاريخ البطولات اللي حققها كارلو انشيلوتي كمدير فني، تولى تدريب عدد من الانديه الكبيره جدا، اكبر انديه اوروبا كلها يمكن عدى عليهم كارلو انشيلوتي، حقق اثنين كافضل مدير فني مع لقبين افضل مدير فني في العالم، مره حققها مع ريال مدريد موسم 13 14 ومره 2006 مع الميلان، خد مرتين او فاز مرتين بكاس العالم للانديه برضو، مره مع الريال ومره مع الميلان 2015 و2008، خد البطوله الالمانيه الدوري الالماني بونز ليجا 2016 2017 مع بايرن ميونخ، خد البطوله الايطاليه الكالتشو 2003 2004 مع الميلان، عنده اربع القاب، فاز باربع القاب تشامبيونز ليج، مرتين مع الريال ومرتين مع الميلان 13 14 21 22 مع ريال مدريد، و2006 2007 2002 2003 مع الميلان. البطوله الانجليزيه خد فيها لقب مع تشيلسي 2009 2010 وفاز باللقب الفرنسي 2012 2013 مع باريس سان جيرمان، وفاز باللقب الاسباني 2021 2022 مع
ريال مدريد، نروح لبقيه القاب. احنا كل ده بنتكلم بس في كارلو انشيلوتي. خد 4 يويفا سوبر كاب، برضه 2 مع الريال و2 مع الميلان. خد الكاس كاس اسبانيا، كاس الملك 2013 2014 مع الريال. خد مرتين لقبين للسوبر كاب او كاس السوبر في المانيا مع البايرن ميونخ. خد لقب سوبر كاب مع الميلان في ايطاليا. خد لقب الكاس الاف اي كاب في انجلترا 2009 2010 مع تشيلسي. خد كاس ايطاليا 2002 2003 مع الميلان. اتكلم على يعني كميه القاب غير طبيعيه بصراحه. وخد سوبر كاب مع ريال مدريد في اسبانيا، وخد سوبر كاب مع تشيلسي في انجلترا. دي القاب، دي القاب كارلو انشيلوتي بالتاكيد مدير فني داهيه، مدير فني كبير. النهارده كلام كابتن محمود الخطيب طبعا في الماركة الاسبانيه اشاد الحقيقه بقدرات كارلو انشيلوتي، واشاد كمان بمارسيل كولر. قال صحيح الريال بيمتلك واحد من افضل المديرين الفنيين على مستوى العالم، لكن الحقيقه كمان احنا كلنا ثقه في ان احنا بنملك مدير فني جيد جدا وممتاز هو مارسيل كولر. نروح للريال بقى وقراءتنا او تحليلات الخاصه باهم نقاط القوه واهم نقاط الضعف في الريال، والطريقه اللي بيعتمد عليها الريال في لعبه. واحد، هبتدي معاكم بنقاط القوه. قدرته، ودينا الفعاليه الهجوميه، قدرته على انهاء الهجمات في منتهى القوه جيد جدا. عنده قدره برضو فيما يتعلق بالكاونتر اتاكس او الهجمات المرتده جيد جدا. عنده قدره في تنفيذ اللعبات الثابته او الكرات الثابته جيد جدا. خلق الفرات، خلق الفرص من الثرو باسز جيد جدا. خلق او معدل صناعه الفرص على مدار المباراه جيد جدا. بعد كده خلق الفرص من خلال المجهود الفردي جيد، والتصويب من الكرات الثابته يعتبر برضو جيد، والدفاع والتمركز في الكرات الثابته او اللعبات الكرات الثابته برضو يعتبر جيد. اما فيما يتعلق بقى نقاط الضعف، عنده طبعا الصراعات الهوائيه عنده نقطه ضعف كبيره جدا فيها، وده يدلل لنا على اهميه التركيز والتعامل مع الكرات الثابته، وخصوصا انك عندك عدد كبير من اللعيبه بتجيد اللعب براسها، وخصوصا كمان المدافعين لعيبه خط النص، يعني مش بس خط الهجوم، بالعكس يمكن خط الهجوم باستثناء راس الحربه كان كهربا او شريف، غير كده عندك سوليه بيجيد، عندك حمدي فتحي بيجيد، عندك متولي، عندك ياسر ابراهيم، عندك رامي ربيعه، عندك عبد المنعم هداف كبير طبعا. فده فيما يتعلق باول نقطه ضعف اللي وهي الصراعات الهوائيه. تاني نقطه ضعف عنده في فريق ريال مدريد، وده طبعا من خلال تقييم لمشوار الريال الموسم الحالي، انه ما عندوش القدره انه يحافظ على تقدمه. يعني في ماتشات كتير جدا الريال بيتقدم فيها في النتيجه، لكن بيقدر الفريق المنافس ليه انه يرجع مره ثانيه للمباراه ويسجل في الريال، وبالتالي ما عندوش قدرات كبيره في الحفاظ على تقدمه. اضعف او اكتر نقطه ضعف واضحه في فريق ريال مدريد هو عدم قدرته على انه يوقف خصمه او منافسه من صناعه الفرص. يعني معنى الكلمه دي بالنسبه لنا احنا انه سهل جدا جدا على منافس ريال مدريد انه يقدر يصنع فرص يهدد بيها مرمى الريال، وده معناه انه بيعاني من خلل كبير جدا في خط دفاعه اللي بيعاني من خلل اكبر. خدوا بالكم التشكيله اللي احنا قريناها النهارده او توقعناها، سواء كان ألابا، روديجر، ناتشو، كارباخال، او كان كامافينجا، روديجر، ناتشو، كارباخال، الرباعي ده مفيش انسجام بينه، الرباعي ده ما بيلعبش اساسا جنب بعضه. في ناس ما عندهاش يعني كامافينجا لو لعب في الناحيه الشمال اعتقد هتبقى خدمه كبيره جدا جدا من انشيلوتي، واتمنى انه كامافينجا يبقى على حساب ناتشو او ألابا لانه ما عندوش الاحساس بالجزئيه دي. طبعا دول افضل اللاعبين في ريال مدريد الهدافين، كريم بنزيما في المركز الاول 9 اهداف، ورا منه فينيسيوس جونيور 7 اهداف، فالفيردي 6 اهداف، رودريجو 4 اهداف، وميليتاو طبعا المدافع 3 اهداف. عندنا كمان الالتحامات الهوائيه افضل لاعب فيها هو ميليتاو اللي بيغيب برضو عن مباراه النهارده 21 او 2.1 في المباراه، عند في المباراه الواحده ده متوسط طبعا. وبعدين تشواميني 1.7 في المباراه الواحده، روديجر 1.2، ناتشو 1.1، واخرهم فالفيردي، فيدريكو فالفيردي ب 0.9. الاسيست او صناعه الاهداف عندهم رودريجو بيجي في الصداره برصيد خمسه صناعه اهداف، بعد كده بيجي فينيسيوس جونيور
ثلاثة صناعة أهداف، وبعد كده ديفيد ألابا ثلاثة صناعة أهداف، وبنزيما بنفس الرصيد، وماركو أسينسيو الاثنين طبعا، واحتمال يكونوا الثلاثة الأخيرين الموجودين في قائمة صناع اللعب أو صناع الأهداف يكونوا غايبين عن مباراة النهاردة. عندنا بعد كده الظهور، يمكن فينيسيوس جونيور أكتر واحد أو أكتر لاعب ظهر مع الريال الموسم الحالي، 20 مباراة بشكل أساسي. فالفيردي ظهر في 17 وظهر في 3 كلاعب بديل، ديفيد ألابا 15 و2 كلاعب بديل، تيبو كورتوا 15 مباراة، وميليتاو 14 مباراة و2 كلاعب بديل. الريتنج عموما يعني ريتنج أو التقييم اللي بيحصل عليه اللاعبين بعد كل مباراة، في المتوسط طبعا كريم بنزيما في الصدارة بيقيم النهاردة 7.56، فينيسيوس جونيور 7.36 في المركز الثاني، فالفيردي في المركز الثالث 7.18، ورودريجو وتوني كروس في المركز الرابع والخامس. ده قرايه في ارقام الخاصه بريال مدريد. سؤال النهارده، واعتقد انه اللي هيصنع الفارق واللي تقدر تراهن عليه هي طبعا كلمه شخصيه النادي الاهلي، ازاي تقدر تظهر او ازاي تقدر تفرض شخصيه الاهلي في مواجهه طبعا فريق يعني كبير زي ريال مدريد. القدره على الاستحواذ وحرمان طبعا الريال من امتلاك الكره، اعتقد ده هيكون التحدي الاكبر والاصعب امام مستر مارسيل كولر النهارده. طبعا دي لقطات من طبعا فندق اقامه الفريق في الرباط، طبعا كابتن اسامه حسني، سيد خالد مرتجي، سراج، عمري فاروق طبعا نائب الرئيس، موجودين كلهم مع بعثه الفريق. في نتمنى التوفيق طبعا، كل الدعم والمسانده شفناها من المسؤولين في النادي الاهلي على مدار الرحله بالكامل الحقيقه، من اول ما وصلنا تطوان في المغرب اداء اكتر من رائع قدمه، ظهرنا بشكل الحقيقه البطوله دي مميز جدا جدا، على الرغم من ان احنا وصلنا قبل النهائي كتير قبل كده، لكن كنت دايما بتحس انه بيبقى في اوقات او مباريات او لقاءات معينه او حتى اجزاء من مباريات الاهلي فيها بيعاني، لكن ده ما حصلش الحقيقه السنه دي. يعني النسخه دي تحس انه الاهلي واصل لمرحله التوب فور من الناحيه المعنويه، من الناحيه النفسيه، ومن الناحيه البدنيه والفنيه، وخصوصا كمان انه الجديد في البطوله دي هو مارسيل كولر. الحقيقه مارسيل كولر اللي قدر يعني يطفي لمسات في وقت اعتقد انه قليل جدا نسبيا، يعني يعتبر قليل جدا، وقدرنا نحس قد ايه الراجل ده عنده فكر وعنده بصمه وقادر يوصل مع النادي الاهلي لمستويات وتحديات على اعلى مستوى. كل ده بيخلي جمهور النادي الاهلي النهارده بيراهن وشايف انه باذن الله ان شاء الله ممكن يكون الرهان كسبان. يعني اعتقد النهارده لاعبتنا لو في حالتها ولو وفق مستر مارسيل كولر انه يقرا المباراه بشكل كويس، الفوارق اللي مش هقول انها دابت او اختفت، لكن خليني اقول انها قلت، الفوارق اللي قلت بشكل كبير جدا بين الاهلي وريال مدريد الناحيه المعنويه والمايند سيت زي ما بيقولوا، طريقه المينتاليتي اللي داخله المباراه بتفكر فيها ازاي. طبعا دانيال اموكاشي طبعا نجم نيجيريا السابق، واحد من ابرز نجوم نيجيريا، يعني يمكن ناس كتير من الجيل الحالي ما تعرفوش، لكنه كان واحد الحقيقه من جيل ذهبي لنيجيريا، موجود في مقر اقامه الفريق. واعتقد انه النهارده يعني انتوا طبعا تابعتوا كلام كتير جدا على اهتمامات انديه وعلى وكلاء لاعبين، العالم كله الحقيقه، ودي فرصه، اعتقد فرصه لكل لاعب شايف انه انظار العالم كله متجهه على مواجهه النهارده، اعتقد دي في حد ذاتها هتكون واحد من الدوافع الكبيره جدا. يهمنا بس والله بصرف النظر عن النتيجه مش هتفرق معايا في الاخر، يعني حتى لو لا قدر الله الاهلي خسر المباراه، ده شيء طبيعي وشيء منطقي وشيء ما اعتقدش انه يضايق حد انك انت تخسر من افضل فريق في العالم، طبيعي ومنطقي عشان بس الامور تتحط في نصابها الصحيح، لكن نقدر نفوز هو ده الكلام، نقدر نفوز هو ده السؤال، وده اللي انا بقوله وبراهن عليه النهارده انه نقدر لاسباب كتيره جدا، حاله الارتباك اللي بيمر بيها الريال، تراجع المستوى، الغيابات، ده فيما يتعلق بالمنافس، فيما يتعلق بينا احنا، انا شايف ان كورتنا اللي قدمناها في المونديال، حاله التركيز والاهتمام والدوافع اللي موجوده، وبصرف النظر حتى عن انه نتيجه مباراه النهارده تاهلك للنهائي، شايف كمان انه فكره انك انت تواجه الريال في حد ذاته، سيبك من البطوله، انسى قصه كاس العالم، فكره انك انت بتواجه الريال في مباراه رسميه لاول مره في التاريخ، اعتقد ده دافع كبير جدا عند اي لعيب كوره،
وحلم كبير جدا ملايين اللاعبين في كل مكان في العالم تحلم انها توصل له. فاتمنى ان احنا نستغل الفرصه دي، فرصه من ذهب، وان شاء الله باذن الله لقائنا الجاي في السادسه نكون بنتكلم على مباراه النهائي، مباراه نهائي كاس العالم للانديه، ويكون فيها الاهلي طرف من الاطراف الموجوده في مواجهه الهلال. كل التوفيق لرجالتنا، واثق انه الملايين بيدعوا من هنا لغايه بدايه المباراه انه ربنا ان شاء الله يوفقنا ويكرم فرقتنا النهارده بمكسب هيكون تاريخي ولن ينسى. واشكركم على المتابعه وعلى كل خير، نتقابل ان شاء الله في حلقه جديده في السادسه. تحياتي لكم.